وصلت أخيرا قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية التي انطلقت قبل 3 أشهر من ميناء بورسعيد إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا بمدينة كوكس بازار البنغالية. القافلة الجزائرية كانت موجهة إلى سكان غزة قبل تحويلها إلى مخيمات الروهينجا بسبب منع السلطات المصرية إدخالها إلى القطاع. القافلة هي كان من المفروض أن تتوجه إلى غزة، ولكن نظرا لعدم تمكننا من إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر، قررنا نحن في لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن نحول هذه الإغاثة أو هذه الإعانات وهذه الهدايا والهبات إلى إخواننا الروهينجا المستضعفين اللاجئين في المخيمات ببنغلاديش. جمعية العلماء قررت تحويل القافلة إلى الروهينجا بعد أن وقف وفد عنها على حقيقة الأوضاع على الحدود بين بورما وبنغلاديش خلال الزيارة الأولى التي قام بها إلى المخيمات شهر أكتوبر الماضي. هذا واجبنا الشرعي، هذا الله عز وجل سيحاسبنا على هذا. هادو إخواننا، هادو عرضوا للذبح لأنهم قالوا ربنا الله. لم يكن إيصال المساعدات الجزائرية إلى مدينة كوكس بازار سهلاً، حيث واجهتها صعوبات بالغة في الخروج من ميناء مدينة شيتاغونغ البنغالية بسبب الإجراءات البيروقراطية وفرض رسوم وأعباء خيالية على القافلة وصلت إلى 54,000 دولار. القافلة لحقت في شهر، في أوائل شهر جانفي، احنا مشينا في أوائل مارس، شهر مارس، لكن وجدنا صعوبات لإخراج القافلة، لأن كان المؤسسات، مؤسسة تاع النقل ومؤسسة الميناء طلبوا منا رسوم يعني بثمن كبير. ولأن جهود الإغاثة الإنسانية تراجعت في مخيمات الروهينجا مقارنة بالزيارة الأولى، فقد كان لوصول قافلة المساعدات الجزائرية صدى كبير في المخيمات. نظرا للعدد الغير عادي المهول داخل المخيم، لا تستطيع أن توفر أنواع اللحم والغذاء الغني أو الثري أيضا، ولذلك نجد أن معظمهم يعاني من فقر في التغذية، وعند إصابة أي روهينجي بأي مرض حتى ولو كان بسيط، سوء التغذية تؤدي إلى ضعفه وهذله، فلا يستطيع جسده الضعيف أن يقاوم المرض. التفاف اللاجئين الروهينجا على الوفد الجزائري جعله يقرر البدء في حبلة تضامنية أخرى خلال شهر رمضان المقبل. أناشد الشعب الجزائري الكريم السخي أن لا ينسى هذا الشعب، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، ونحن نصرف وممكن نبدر حتى تكون الإعانات في مستوى هذا الشعب العظيم. بعد عراقيل وتعقيدات إدارية كثيرة، وصلت هدية الشعب الجزائري إلى اللاجئين الروهينجا في وقت تراجعت جهود الإغاثة الدولية وأوقفت العديد من المنظمات الإنسانية برامجها في المخيمات. فكانت قافلة جمعية العلماء بمثابة شريان حياة للاجئين الذين فقدوا الثقة في المجتمع الدولي. رشيد البصيافة للشروق نيوز من مخيمات كوكس بازار بنغلاديش.